لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زكاة الأوراق النقدية أو زكاة أوراق البنكنوت. زكاة الأوراق النقدية علم لا يسوج بوقتاتين يمجلجلوا باتو يهونو جنزبوتين تري جنزبوتين بيتملكتا زكاة اندت نو موت آتي اللبت بملو زريعة الله سبحانه وتعالى فقد ان ملكة لن مجمرا حكم الزكاة يزكاة حكم بينو انها فرض بإجماع المسلمين بمسلم وتجارة عصر منة زكاة قدتان وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. إسلام لا يكالوت مع زناتوش كإسلام معزناتوج سوست النادرة جريت بينالج الله عز وجل كصلاة جاء سمعني سوست أكوابي عند لا أمره بالقرآن تصل مالتنا نبي عليه الصلاة والسلام بحرساتهم تناقران زكاة بالدتا مغمون من ترك الزكاة زكاة يمي توسو لا يخلو من أمريني كولت أيزلم كولت قدايوت أيزلم. الأمر الأول مجمره أن يتركها جاحدا لوجوبها قدتا مغمى يميك أو ومسيه الكتوى فهذا كافر. إيه كهدنا لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين مكنيات مكافر هو نبات من لنو الله يستقبل نبي محمد عليه الصلاة والسلام يستقبلنا يمسموتين يقراس من نفسه يستقبل سلوانا لمن حيث دل الكتاب والسنة على أن الزكاة فرض والمسلمون أجمعوا على فرضيتها. قرآن صلنا بدتها مومان سلاة قومنا سلاة رقبتنا مسلموتهم بقرات من السلاة الدقو يهن سلاة تقبل يكفر المرض. الأمر الثاني أن يتركها بخلا وكسلا بسستنا بقد لش الناس زكاة يميتو كوانا عندسو بدتها مومان إياوك بقد لش الناس بسست يميتو كوانا فهل يكبروا يكدل أي كدم بملو. هذا موضوع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. يكتب على بيتوش يا حساب لي نسفة رباتشوال أكثر العلماء بكتوة علماء على أنه لا يكفر أي كدم بلوان وهذا هو الصواب. تلك اليوم هنا تلك اليوم كما سجع أنطر هنا تارك الزكاة زكاة يميتوسو قدسة مهمان إيامنا ببخلنا بكسل مكنات بس استنا بجد ليش النت بمثلات مكنات يميتوسو تيكرنيو اي كدمنو. زكا عندما يتوقعوا كلات شنو يمنوكو قدينو كإسلام معزناتوش عندو مونو يتوقع درو سوشي كان الناس قديما يتبادلون الأشياء عن طريق المقايضة. إنني بجوتات اللي يمجن يهونو أوراقوش عن نبر البنك نوت بمبالي ميتاوكوش بر النبل ريال النبل جنيه من النبل إذن لقوا على ميتاوكوش بيها قراتو من كثاكا سبت جنزب الله دروع النبرو. كان الناس قديما يتبادلون الأشياء عن طريق المقايضة سوش عنده كليل عن النو يهن نجر سيفا لك سلو عوتو ليس عندهم أوراق مالية. إيه
ريفيل ده يبقى نجر عن البراتون، يعني إذا احتاج شخص إلى ثوب عند التاجري، عند سو عند نجاد جاي يعلم اللبس ما قن يتكفل لقى، فإنه يذهب يهدان ويعطيه كتابا مثلا، عند الكتاب يستونا لبس يستوى المالتهم. هي مقايضة يبالا، مقايضة بمعنى مبادلة مالتهم، ملواوات مالتهم، القابقة يلواوات نبارة مالتهم. ويأخذ هذا الثوب كتاب يستونا لبس يزوه هدى المالتهم. أو يعطيه برا وين سندي ستوال ويأخذ هذا الثوب لبس يكبلا. هكذا كان الناس في البداية بجمرة سوش شادر قوي نبرا وما جمرة لي بزمرك نبرا يجل قلوي نبرا سوش مالتهم من يونم قاي يزو إيهدا تسمعني يونون قاي ستوال يمي فلقوا نغير كان قاريو يعني سال مالتهم. ثم بعد مرور الزمن جزيو كالف بوالا انتقلوا إلى المرحلة الثانية وده لتنيا درجة سوش انتقال عذر ربو ترما مدو مالتنا ولتنا درجة من دنو أنهم خصصوا بعض السلع لكي تكون أثمانا عند المبادلة عندنا قرر من الله سيف اللقو أي إنني نقرر في الشانة واقعه ونو ما قل قل يالباتو بلو وساني وسانو مالتنا مجمرا ريبان يوم كان بار أهم بين إنني قوش مهنا لباتو بلو وساني وسانو مالتنا قجيسو إنو واقع يمي قل قلاتو إنني قوش بلو وسنو مالتنا كذام دقمو. ثم مع مرور الزمن انتقلوا الى المرحلة الثالثة وده سوستن يو ترى مامدو مالتنا يعني توت ما قلتنا يوم درجة توت مالتنا سوستن يو درجة مدينة وهي انهم عمدوا الى الذهب والفضة برنا والقلابكات تقدموا مالتنا ثمن عند واقع عدرقو مقلقل يالباتو برنا ورق بيتشا بمونو وسمو سووش مالتنا سنجد فجعلوا الذهب والفضة أثمانا عند مبادلة الأموال من يوم نجذب سيقا يرو لمثالي عندي سو كبت اللي فلقي شلا أهل اللي فلقي شلا لبس اللي فلقي شلا من يوم نجر سيقا يرو بورقنا ببر بيتشا مهون عالبت قلي سو نجو مكرب عالبت برنا ورق بيتشا مهون عالبت بلو قريب أسك أمت أمالتنا بزي ملك سووش سنك فاقصو بنبي عليه الصلاة والسلام جزيل واقع عدرقو سووش يقل قلو ينبرو برنا ورق نبر برنا ورق نبر لازم لو يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام برنا ورق نبت ملكته زكا عندنا باتو عسكم متوان متنات سوهولو سايكر يتكم متو مالتنا قل بوقتاتشن سوش يتقلقلوا يعلوت برنا ورقسايهن ظهر ما يسمى الآن بالأوراق النقدية. الأوراق النقدية بمبال يمي تاوكو برنا ورقن وكلو من نيو نجر بقزات يمي تليهنو. الأوراق النقدية بمبال يمي تاوكو قلت هنا كذلك يبهارا يو سوش يتقلقلوا يعلو مالتنا برنا ورقن بتملكته مجمرة وده أوراق النقدية كما قبلها تنبتيت برنا ورقن بتملكته يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام درهام بتملكته وين فضان درهام بتملكته قلت متو درهام يا دوسو إذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول قلت ما درهم نروح عند أمس كزرقا ففيها خمسة دراهم بلع نصابات شو مالتنا نصاب كل من الذهب والفضة نصابات شو هنا مقدار الزكاة زكاة من مئة ألف يهونو مالتنا زكاة من مئة ألف يهونو سنت خمسة دراهم عند سو قلت ما سو درهم كان لو لمثالي برمضان نجم رأولي بملكو نبرسو بادرقو قلت ما سو درهم سايكن نسو ملسو رمضان مدى زيكا وجوب بتا ياتكم متو لمن يون يا جواب بتيون بيدل جزاب بتيون
5 درهموش مسألة على البيت مالتنا والقربة ملكتا 20 دينارا 20 دينار إشكال مولا زكاة اللبت إذا كانت لك 20 دينارا 20 دينار كان لدن وحال عليها الحول عندما كمولا ففيها نصف دينار يدينار قماش يدينار قماش قال بلو يا الله من كنا عليه الصلاة والسلام تنقرأ الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه صحيح حديثه وصححه الألباني في صحيح أبي داود سلسلة درهم النا ذهب نصاباته نتأنو عند سوى حابتام نو يحسب لو يميش لو ولسمة درهم سيورو عمد سيزاقا سايق النسونا هيا دينار سيورو مالتنا عمد كمولو حابتام نو درهمون بتملكتا عمس درهم لدي هاي ستان دينارون وركون بتملكتا نصف دينار يعني دينار قماش مسألة على البد بزمن هاتشن ملك ياوش زمن اوي بوهولو ملك ياوش ستاي نصف الفضة 200 درهم لو كان من الفضة الخالصة نصف كهونو فضة 200 درهم ይህ ንሳም መጥኑ ሀብታም የሚያስብለው ይሄ ነው ካል በዘመናችን መለኪያ 595 ግራም 200 ድርሃም ወደ ግራም ሲቀየር 595 ግራም 595 ግራም ያለው ሰው من الفضة مالتنا عمد كم ولو زكاة موطتها للبيت مالتنا طيب نصاب الذهب يبرد رقمه مثلا 20 دينار هيا دينارنا او 20 مثقال هيا مثقال بربال متوقع يهن من الوقت نصاب الذهب هيا دينارنا وكتب على ዘመናዊ በሆኑ መለኪያዎች ሲታይ 580 ግራም من الذهب 85 ግራም በረቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጊዜ 20 ዲናር ብለው ያስቀመጡት በዘመናዊ በዘመናችን መለኪያ 85 ግራም ግን ዒያሮቹ ይለያያሉ ካራቱ ናቸዋል እነሱ ይለያያሉ ወርቁ ዒያሩ 24 ከሆነ ይሄ ጀውዳው ማለት ጥራቱ 24 ከሆነ የወርቁ ማለት ነው አይነቱ 24 ከሆነ ዒያሩ 85 ግራም ወይም 95 ግራም ይሆናል ዒያሩ 21 ከሆነ ካራት ማለት ነው 24 21 ከሆነ ግራሙ ይከተላል ይጨምራል ማለት ነው 97 ይሆናል ማለት ነው 113 ይሆናል 113 ግራም ይሆናል ዒያሩ 18 ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ 85 ብቻ የሚለውን እዛ ላይ ብቻ ትኩረት በመስጠት መረባረብ የለብንም ማለት ነው የወርቁ አይነት ምንድነው የሚለው ማለት አለ መጀመሪያ ዒያሩ ምንድነው 24 ነው ጥራቱ ጀውዳው ወይስ 21 ነው ወይስ 18 ነው የሚለውን ማየት አለብን ማለት ነው هيك هنا لابد من مرور الحول السنة الهجرية كاملة فنبي عليه الصلاة والسلام هجرة أقوطاتر أندامت كذرقا زكيوت المرض زكا مسيوتا قلتنو كلت متون لاربا ما قاتلنو أمست مالتنو ويمدقمو هامس قلن እንደዛ ሀያ ሚስቀሉ ተመሳሳይ ነው ንስ ዲናር ማለት ነው
ያን ዲናር ግማሽ 20 ነው ለአርባ ብታካፈለው ስንት ነው የሚደርሳቸው? ግማሽ ግማሽ ነው የሚደርሳቸው ማለት ግማሽ ግማሽ ነው የሚደርሳቸው። ስለዚህ ንሱ ዲናር ምክንያቱም የወርቁና የድርሃሙ መጠኑ አንድ ነውና 20 ዲናርና 200 ድርሃም አንድ ናቸው። በዚህ መልክ የነሱ ዘካ ይወጣል ማለት ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ ወደ አልአውራቅ አነቅድያ ስንመጣ ይሄ አውራቅ አነቅድያ ሰዎች ወደ አገልግሎት የዋሉት ይባላል። በሰነድ መልክ ሲሆን ወደ አገልግሎት የዋሉት አም አልፍ ወሚ አታኒ ወአርባዓቱን ወኸምሱን አንድ ሺህ ሁለት መቶ አምሳ አራት ላይ ነው የጀመረ ይባላል ሂጅራ። 1254 ላይ الاوراق النقديه هنا علينا يالو ትሬ ገንዘቦች ሰዎች አገልግሎት ላይ ያዋላቸው ማለት ነው። መጀመሪያ ሙሉ ሙሉ በወርቅና በብር የተሞሉ የተሸፈኑ ነበር ይባላል። ሙሉ ሙሉ تغطى غطاء كاملا بالذهب او الفضه በብርና በወርቅ ሙሉ ሙሉ የተሸፈኑ ነበሩ። ከዚህ በኋላ ደግሞ بعد ذلك تطور الامر ጉዳዩ እየተሻሻለ فاصبحت هذه الاوراق النقديه غير مغطاه بالذهب او بالفضه بورق وين ببر يما يشفنوا ادرغواቸው ይላል። ترالك حضرتك ደግሞ بعد الدول الكبيره الى الغاء هذا الغطاء وذلك في عام 1390 ሁለት ላይ ሂጅራው ሙሉ ሙሉ ተነሱ። ከፊል ሀገሮች ወርቅና ብሩን አነሱት። ይሄ ሰነዱ ላይ ማለት ነው ያለውን ይላሉ። ይህን አልአውራቅ አነቅድያን በተመለከተ ዑለማዎች ኃይለኛ የሆነ ትግል አድርገዋል። ለምን በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጊዜ ያልነበሩ ስለሆኑ አሁን ዓለም ላይ ያሉት ማለት ነው። እንዴት አድርገው ወደ የትኛው ማስጠጋት እንዳለባቸው ኃይለኛ የሆነ ማዕረካ አድርገዋል። ለቀድ ዋጅሃት ልፉቀሃኡ ሙሽኪለት ተክሊፍ ልፍቅህይ ልንቁድ ልወሪቅያ እነዚህ ንቁዶች ጥሬ ገንዘቦችን በተመለከተ ኃይለኛ የሆነ ዳሰሳ አድርገዋል ዑለማዎች ማለት ነው። اختلف العلماء رحمهم الله في تكييف هذه الاوراق هل هي عروض تجاره كثيره منالو عروض تجاره ውስጥ ነው የምንከታቸው ነው የንግድ ሸቀጦች ማለት ነው። كعروض تجاره ውስጥ ነው የምንከታቸው او بدل عن الذهب والفضه ويس برنا ورقن ወክለው አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። ብርና ወርቅን ወክለው አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው በሚለው ዙሪያ ወይም ደግሞ ان هذه النقود سندات دين እዳን ያዘሉ የሆኑ ሰነዶች ናቸው የሚል ሐሳብ ያላቸው አሉ። ሌሎች ደግሞ ምን ያሉ አነ ንቁደ الاوراق الاوراقيه عباره عن نقد مستقل راساቸውን የቻሉ የሆኑ ገንዘቦች ናቸው። قائم بذاته راسه يشال يكون يجري عليه ما يجري على الذهب والفضه من احكام ብርና ወርቅ ላይ ያሉ ህግጋቶች እነሱንም የሚመለከታቸው ሲሆን ራሱን የቻለ ገንዘብ ነው የሚል አቋም ያላቸው ዑለማዎች አሉ። የተለያየ የሆነ ሐሳብ አላቸው ዑለማዎች
كفلوتو عروض التجارة قالوا، كفلوتو رقمو من قالوا أنها متفرعة من الذهب والفضة، كبرنا كورقا تسرنا علاتو بدلنا تشو يمين أقام علاتو قالوا. ሌሎቹ ደግሞ ምን አሉ ان النقود الورقيه نقد قائم بذاته راس يتشالى يهونه مستقل يهونه كل يبرنا يبرنا يورق احكام يملكاتاتهو يهوناتهو تكرنهم علموت يمرطوت يهون يمتشرشو من ميلو أنها عبارة عن نقد مستقل رأس يشال جنزب نتش قائم بذاته رأس يشال يقوم مرتنا يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من الأحكام برنا ورقنا يملكت من ملكة حقوقات لمثال رباني مثل زكاني مثل برنا ورقنا هذا إنهم الأوراق النقديا يملكت يملكوا مرتنا تذكر يوم هنا. هذا القول هو قول أكثر العلماء المتأخرين. قال زجيتو يمتي هون علماء يا بركت أكثر نارو نقرم هنا. وبه أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. هيئة كبار العلماء مملكة العربية السعودية لي يالو كبار العلماء هيئة كبار العلماء فتوى يادروبتم بلدونه راس يتشعل يهونا جنزبنه كن برنا وركن وكلو يمياجلجل يهونا ينسو يبرنا يورك أحكام يلي ملكته يهونا يرسو أقالوش ملحظة لباتو تقرأ لباتو تلك اليوم هي مترشون ومالتنا. وهذا القول هو صواب تلك اليوم هنا تلك اليوم هنا يعني فنقول هذه الأوراق النقدية عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة لوجوب الزكاة وغيرها من الأحكام لك ذهبنا في الضرين يتكمتون وقياتوش نسمي ملكتاتوان زكاة قدتها نباتوان وغيرها من الأحكام ذلكم الجزاء والسمارتر. لمن كتب على لم يرد في الشرع بشرعة لمثلنا قريبا حصر الثمنية في الذهب والفضة وقع برنا ورك بتشانات شو مهون يلبات شو بلو يمي قدبنا قريبا بقي سوچ بلغ عليه الصلاة والسلام وقت بوقتاتو سوچ يقلقلوا باتو ينبروت برنورتن عندي سو تمر لمقزات كفلقة لبس لمقزات كفلقة جمال لمقزات كفلقة بوقتاتو يزوم هي جمالنا برها ويم دموا ذهبنا ذهب فضة يزوم هي جمالك بذا نوم يجي دوم عارف النسو بتشاناتو واقع مهوني على باتو بلو شريعة يقدمون قدمو يلدمو شيء عقده وانا قريب لهم لازم لو الشيخ الإسلام سيدي رحمه الله تعالى سويت لابو لأن الناس لو اصطلحوا على جعل شيء ثمنا أن يأخذ حكم الأثماني سويت عندي النقر إيه واقع أدرقا إن نقلقلو بلو وساني بيوسمو واقع أن أدرقو بلو وساني بيوسمو وغي هنا لنا وغي هنا لنا ما نيوم لك بلق بلو سويت كتس ما مبت ما نوش قرر لهم إيه مرجع من دلو إلى العدالة والاستلاح سويت لم داد القو ولياز سنة راح تشو أدس هج أو تسوي إيه وارجع مهون على البس بلو ياس كم نتوسنا قرر إنجي شريعة يهي بتشابهون على البيت ويقدمون قر يلم منا مالتنا. بدل أي نقر دين قال مقا واقع عادل قوس وش كام ما نبس شكرا له واقع نون للنيا سلذي يبرنا يوركن هج إن ستوالنا
ايه كهونا نصاب اندت نوم نصاب الاوراق النقدية قد يبرنا يوركل احكام كستنا شو علمنا يالو يتلايو الاوراق النقدية تريد انزوج البنك نوت بمبال يمي توقت بتملكته نصابات شو اندت نوم بمبلهم ولما وجه يحسب من ثلاثة جلدة ملكة. اختلف العلماء رحمهم الله في نصاب الأوراق النقدية، هل يقدر بالذهب أو يقدر بالفضة أو بالأحب للفقراء من الذهب والفضة؟ للعلماء في ذلك ثلاثة آراء. متناشون بيت ملكة نصاباتون علماء صوت يتحسب لك. كفلتو بورق نو يمني جمجمو أبو ከፊሎቹ ምን አሉ? በወርቅ አሉ። ወደ ወርቅ ነው የምንወስደው። እንግዲህ ወርቅ ሲባል ዒያሩ ይለያያል። ዒያሩ 24 ከሆነ 85 ግራም ነው ብለናል። عيارو ها عندك هنا زتنا سبات بلنا عيارو أسرات من ذيك هنا بس أسراتوس جرامو بلنا بس إنه من جمعت هالسؤال سمعنا مس جرام يمي جزا ها رات عيار كونه زتنا سبات جرام يمي جزا ها عندي عيار كونه بس أسراتوس جرام يمي جزا عيارو أساس من تكونه إنني هني يمي جنن جراموش يمي جزا يهونا بر ريال لو سو بر النبل وين مريال النبل يدل تلم على ما يالو ما نسمع الأوراق عندك بيا الناس اللي مي جزا يالو سو عامت كم ولو زكاة وجبته زكاة وجبته قالوا ديرو تدقوا من قالوا يقدروا بالفضة بالفضة ما قالوا ديرو تدقوا بالدرهم بالفضة نوم عند سو هلت متو الدرهم يمي جزا بر كالو ويم دقمو بوقت عشن بزمان عشن أمس متو زيتنا أمس جرام من الفضة كالو يهن يمي جزا كالو يهن يمي جزا بر يالو سو أسكمتوت عامد كم ولا زكاي وجبتها قالوا فوسط أنه حسب رقمه أو بالأحب للفقراء من الذهب والفضة إنيا بالربلا الموسن عن نشل ويم رقمه في الباولا الموسن معنوه في الباولا الموسن عن نشل ويم ورك ولا الموسن عن نشل لدهوش يمي تكمو أنه يمي نايوان لدهوش يمي تكمو أنه يمي نايو لمثالي برو في الباون بكتن ياكو هنا يكي الباون ين عمس نطب لتنا عمس جرام يمي جزا بر كالو زكاو جو بحر نلوالي زكتن ياكو هنا في الباون مالك ورقو زكتن ياكو هنا اهنم زكا وجو بحر نوي من لو زكتن ياو لو فقراوش تكان يهون ونو من لو تكي كلن ياو ما قوامي هينو الرأي الأول يمجم روح حساب أن نصاب الأوراق النقدية يقدر بالفضة بفضة نادر قوانين ببر يعني إذا بلغ نصاب الفضة يفضة مثلا كدرسة وجبت فيه زكاة زكاة وجبتها وإلا فلا على زكاة أي وجبت المال إنما أسرجا ساقربوا استدلوا على ذلك لازم أسرجا ساقربوا بأن التقدير بالفضة مجمع عليه لثبوت نصاب الفضة مجمع عليه نوه يفضوا نصابوا أي كسا كسم يترقى بيتنو مجمع عليه نوال بنصاب الفضة لكونه مجمع عليه مجمع عليه سلوهنا يقرى سمنا تعلمنا بفضوا نادر قالنا أمس متو زيتنا أمس جرام
ከሲባል የሚገዛ ያለው ይወጅበታል ولأن ذلك أنفع للفقراء فتشمري دقمو لفقراء وشم يبت تقامينو النار لمن لأن الغالب بزوم بالجيسي أن الفبوة فبو هي أرخص من الذهبي كور بات النتاقر زكة نهونو يميقينيو فبو نونا فبو زكة الناس لهونا ورقلنا فبو سن ملكته علم لي فبو زكة نهونو يميقينيو اللي ورق ودي للم سلزي كزكة نهونو من جمرو لفقراء وشم يتقمو يهينو يمين حساب على شو يمجمر حساب الرقم الثاني ولتنه حساب أن هذه الأوراق النقدية نصابها يقدر ببلوغ نصاب الذهب يورق النصاب مثل كدرسة زكي وجبان بورق نو يمين نسبه بورق نو يمين نسبه استدلوا على ذلك ما سرجا قربوا بأن قيمة الذهب لا تتغير إلى آخره ይሄ ወርቅ ቂማው ዋጋው ተመኑ እስከ መጨረሻው የሚቀየር አይደለም አሉ። بخلاف قيمة الفضة فإنها تختلف ትለያያለችና የፍضة ዋጋው በተመለከተ فإنها تختلف ትለያያለች ይጨምራል ይቀንሳል ማለት ነው። የወርቅ ግን ቂማው لا تتغير إلى آخره كما ترى شدرس أي كأير مال سلزل بنصاب الذهب نوع من نهي دوار الرأي الثالث فصل نوع الرأي الثالث أنه ينظر إلى الحظ للفقراء من الذهب والفضة إنيا نصاب الذهب بلن ما نسلم نصاب الفضة بلن ما نسلم مالو فصل نوع أقام يلا تعلم واش مالتنا እኛ ለፉቀራዎች ለድሆች ተቃሚ የሆነው ነገር ብቻ ነው የምንመለከተው ለድሆች ተቃሚ የሆነው ነገር ብቻ ነው የምንመለከተው ደግሞ መሰጃ ያቀረቡት አለ ሸሪዓ تجاءت بإثبات نصاب الذهب وإثبات نصاب الفضة ሸሪዓ የወርቅ ንሳብ አድጓል የፍባንም ንሳቡን አድጓል መጠኑን ማለት ነው የሁለቱንም ንሳቡን شريعة أصدقات في الضال بتملكته 300 درهم بمالت ورقنا بتملكته 20 دينارا هيا دينار بمالت شريعة أصدقات ولتوت القال سلزه ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأنفع للفقراء من ملكته ولتونه شريعة أصدقات يولتون نصاب زكة يكونوا انجمرا لنا أحوط النار ጥንቃቄ እናደርጋለን በወርቅ ብቻ ብለን ተመደብን ከወሰን አደጋ ላይ እንወድቃለን እንዲሁም ተመሳሳይ ፊትባ ብለን ከወሰንም አደጋ ላይ እንወድቃለን ስለዚህ አሽወቱ ለጥንቃቄው ወአብረኡ ሊዝማ ለዚማም ዚማህን ንጹህ ለማድረግ ቃል ኪዳንን ንጹህ ለማድረግ ወአንፈዑ ልፉቀራ ለድሆችም ጠቃሚ የሚሆነው ለድሆች ጠቃሚ የሆነውን ብቻ ነው የምናየው هذا القول هو الأقرب إلى أقرب يجيون لحق قرب بلويهم فإذا كانت هذه الأوراق النقدية الأوراق النقدية التي تريد أن تبوش تبلغ نصاب الفضة يسبان نصاب كدرسة هلتمة الدرهم مالتنا وهم بالزمناوي ملكيا أمس مطر ذاتنا أمس جرام يمين ولا قال وجبت زكاة قدتها هنا وإذا كانت لا تبلغ نصاب الفضة يفضان نصاب يما الدرس كونت ولكن تبلغ نصاب الذهب يذهب يورق انجل كورق كدرسك يورق 20 دينار بلان 20 دينار بلان ورق ركسو ورق زكتين يهونو يورق نصاب كدرسك وجبت توجب عليك وإذا كان لا تبلغ نصاب الفضة يفضى فضة ودهنه فضة لا أدرسن قل لكن تبلغ نصاب الذهب ورق لا يدن تدرس عليك وجبت بدتها هنا فينظر ما هو الأقل من نصاب الذهب ونصاب الفضة زكة يهون من الملكة طال فينظر ما هو الأقل زكة يهون من نصاب الذهب كبر رميون ما نو بنصاب الذهب كورق من نصاب يهون
ወለሶ ቢልክባ ክብር ዝቅተኛው ነው ምን መለከተው ብር ዝቅተኛ ምን ግን ዘላለም ዝቅተኛ ነው ብለን አንወስንም ውድ ሊሆን ይችላል ወርቅ ዝቅተኛ የሚሆነበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል እና በብር ብቻ መሆን አለበት ብለን አንወስንም ማለት አቀሉ ነው ምን መለከተው وعلى هذا اذا اردنا ان نخرج نصاب الاوراق النقديه بذي بمشرشه حساب لاي يهن من دبر ما درك الاوراق النقديه كتري بنزبوش نصاب موقات كفلق من البر بر اللي هو الخلال والريال ريال اللي هو الخلال ليه لما غير لا يمين ورسو معناته من هذه العملات والاوراق الماليه ሰዎች ቢገለገሏቸው የሆኑ ጥሬ ገንዘቦችን በተመለከተ فإنك تنظر إلى نصاب الفضة يفضل النصاب መጀመሪያ ትመለከታለህ የኒሳቡን ማነው የፊባውን ኒሳብ መጀመሪያ ትመለከታለህ كم يساوي عند مرور الحول عمد سيمولاو كم يساوي عند مرور الحولي عمد سيمولاو سنتي هنا اللي ملون مالته سنتي هنا اللي ملون نقر من ملكة تالي فإنك تنظر إلى نصاب الفضة كم يساوي عند مرور الحول وتنظر إلى نصاب الذهب يوكل نصاب الملكة تالي كم يساوي بالأوراق يملون مالته والأوراق تكير يذهب نصابه ويم يفيد باو نصابه سنتنو يبلون ينسو نصاباته ويتوكل ينسو نصاباته قلت ما تدرهمه سنتي هنا له سنتي ذري هنا المسالي ويم دقمو هيا دينار ورقو سنتي ذري هنا سنتي ريالي هنا يبلون نقر اني اللي ماتوا عمد سيمولاو ماتوا عمد سيمولاو سنت يهونال يميلون انيال لمن درهمهم يشمرا ليكنسان ذهبهم يشمرا ليكنسان كامت سكامت واغاو عند نو ماتي يشال عند جرام ورك 500 بر ليون يشال لمثالي زور حجه لاي 500 بر ليون يشال زور حجه لاي تطو محرم لاي عند شي ليون يشال ግን አንተ አመት ሲሞላ አመት ሲሞላ ያን ጊዜ ጠይቅ ነው እንደሚታወቀው ንሶብልክ ባ በግራም ሲታይ በተጋጋሚ አይተነዋል ዩሳዊ 595 ግራም من الفضه 595 ግራም ነው ከፊባ ወዲ ሶብ الذهبي يذهب ደግሞ ለወርቁ በግራም ዩሳዊ 580 ግራም على الصحيح يو عيار تقايل لا يا وانت فانا مثاله بهارات عيار مالتنا لمن دينار يبرو نقر كمثقال قاس مساسين وابو لأن الدينار يساوي مثقال نابو مثقال يبرو اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وزنه بالجرامات ሚስቃል የሚባለው ነው በሚዛን በተመለከተ ዑለማዎች የተለያየ ሐሳብ አላቸው ይሄ ሚስቃል የሚባለው ነገር እንዴት ነው ምክንያቱም ወርቅ ላይ ሃያው ወርቅን በተመለከተ ሃያው ማለት ነው 20 ዲናር 20 ሚስቃል የሚባለው 20 ዲናር 20 ሚስቃል ይባላል ይሄ ሚስቃል የሚባለው ነገር ምንድነው ሲባል በግራም ሲመዘን ዑለማዎች የተለያየ ሐሳብ አላቸው ፈቂለ ከፊሎቹ ማሉ 3.50 ነው አሉ ከፊሎቹ ደግሞ 3.60 ነው አሉ ከፊሎቹ 3.36 ነው አሉ ከፊሎቹ ደግሞ 4.25 ነው አሉ وهذا القول هو الاقرب ايه 4.25 የሚለው اقرب ነው አሉ ትክክለኛው ይሄ ነው ለምን فعندنا نصاب الذهب
እና ጋር ሁላችን እናቆም የዛህብ ይወርቅ ንሳቡ ይሳው 20 ሚስቃል 20 ሚስቃል ይወዳደራል ማለት ነው። ስለዚህ 4.25 ሲባዛ በ20 ስንት ሆነል 85 ግራም ሆነል ማለት ነው። አያችሁት አሁን ሚስቃል የሚባለውን ወደ ሚዛን ዘመናዊ ሆነ መለኪያ ሲያመጡት ዑለሞች ተለየ ሐሳባል ስንት ግራም ይሆናል ሚስቃል የሚባለው ሲሉ ተለያዩ ማለት ነው። 3.50 ያላለ 3.60 ያላለ ግራሙ ማለት ነው። 3.36 ግራም ያላለ 3.25 ማለት ነው። 4.25 ያላለ 4.25 የሚለው ትክክለኛ ለምን فعيد النصاب الذهبي يساوي 20 مثقال يورق نصابه 20 مثقال سلازل 4.25 سيبازا بهايا 85 جرام هنا المالتنا ونصاب الفبا يفبا دمو ودبر السنمتا يبر نصابه السو دمو ودى مثقال سنمتا 104 مثقال ولت متو جرام يبالو 104 مثقال لمن إذ كل 10 دراهم إلى 10 درهم وتشلو 10 درهم وتشلو تساوي 7 مساكل إلى تساوي 7 مساكل 7 مثقال يوكل على المال 10 درهم 7 مثقال فعلى هذا 104 النبازو مكنياتهم 200 درهم 104 مثقال ولنا 104 سنبازو በ4.25 ስናባዛው 595 ግራም ሚነፍባ ይሆናል ማለት ነው። እስኪ አሁን ወደ ምሳሌ እንምጣ። ወደ ምሳሌ ስንመጣ ወደ ሚቅዳር ዘካ ስንመጣ فإذا قلنا بأن غرام الربا ያንዲ ብር ግራሙ ማለት ነው አንዷ ብር ማለት ነው ግራማ ይሳዊ ብር واحد ምሳሌ አንዲ ብር ነው ካን አንዲ ግራም ሲባ ሲባ ሆኖ ብር ማለት ነው ብር ሆኖ ብር ይባላል ሲባ ይባላል ግራም ይባላል አንድ ብር ነው በኢትዮጵያ ከተባለ فيكون نصاب الاوراق النقديه الاوراق النقديه يايثيوبيا بر مثالي نبل يايثيوبيا بر نصابو سنت يونال معناتنو 595 سيبازا ب 595 نو منلو 595 ب 595 نابازال معناتنو لمن درهم يبالو 595 غرام نو بلالنا አንዷ ግራም አንድ ብር ከሆነች 595 ብር ያለው ሰው 595 ግራም ሲባ ይገዛል ማለት ነው። فلدي عنده من الاوراق النقديه الاوراق النقديه 595 ብር ያለው ሰው ወጀበት عليه ዘካቱ ዘካ ግዴታ ይሆንበታል ማለት ነው። 595 ብር ያለው ሰው ሳይቀንሳል አናነት ከሞላች ዘካ ይወጅበታል ማለት ነው። ዘካ ይወጅበታል። ይሄ ደግሞ የዘካ አወጣጡ ሂደቱ ደግሞ ይሄን ያለውን 595 ለ40 ማካፈል ብቻ ነው። ለ40 ማካፈል ብቻ ምንም ይከብድ ነገር ያለህን ብር 1 ሚሊዮን ካለ ለ40 አካፍሎ 40 ሺህ ካለ ለ40 አካፍሎ 20 ሺህ ካለ ለ40 አካፍሎ 100 ሺህ ካለ ለ40 አካፍሎ 200 ሺህ ለ40 አካፍሎ 500 ሺህ ለ40 አካፍሎ ለ40 አካፍሎ ለ40 አካፍልና አንድ ልጅ የዲዎች ሐቅ ነው ማለት ነው። የዲዎች ሐቅ ሩቡ አልዑሽ በመባል የሚታወቀው ለ40 ሲታከፈል ለምን በነብዩ አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም 200 ድርሃም ያለው ሰው 5 ድርሃም ነው ለዲዎች የሚሰጠው 200 ድርሃምን ለ40 ሲታከፈለው 5 ነው የሚሰጣቸው 5 5 ማለት ይሄ ነው። በዚህ መልኩ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ያካብሩታል እንዴት ነው ዘካ የምናወጣው ያሉ ማለት ነው። ምንም ይከብድ ነገር የለውም ቀላል ነው። አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን ሚከብድ ነገር የለውም። ስለዚህ አንድ ግራም ፊባ
عند برنو كتبالا عمس متو زتنا عمس بر يعلو سو دامل عمس متو زتنا عمس جرام فيد با مالتنا وسلمي جزا زكا يوجد بتر وإذا قلنا كان لدغمو إن المعتبر نصاب الذهبي أي قبلت المستو يورق نصاب وكان فإذا كان جرام الذهب يورق جرام يساوي لمثالي 70 بر نبل 70 بر عند جرام ورق ب 70 بر يميجزا كهونه عند مثالي نو عند جرام ورق 700 ليون يشلال تودو 7000 ليون يشلال عند جرام ايه አይደለም عند مثالي نو يجينا لنا ركسو 7 بر ليون يشلال عند جرام ورق 20 بر ليون يشلال 100 بر ليون يشلال 1000 ليون يشلال 2000 ليون يشلال ግን عند مثالي نو يسطوت ያለውትኛ وإذا قلنا إن المعتبر نصاب الذهبي بذهب بورق نصاب من هذه الكتابة عنده جرام سبع بر كونج فعندنا إن قام جمرا يورق نصاب سنتين من الأربع زمن أو ملكيا سما يمس جرام نوبلنا سما يمس جرام نوبلنا سلسلة هون سبع إن بعض الملك سبع إن بعض بس انت نبازلن بس ما نمس بكنياتهم غرامو سما نمس سلا هو جن عنده غرام سوابر ولا شغلة نوا سوابر سوسة نوا سوابر عنيان سبان بس ما نمس نبازلن وكيتو سدس ما نو سدس شيء زت امتو حمسة بريون المال سدس شيء زت امتو حمسة بريون المال عنده ورك عنده غرام ورق مالك كورك عنده غرام كورك عنده غرام سبع برنتش سبع بثمانية مس النبازلن إيه عيارو حيارات كهونة ما عيارو حيارات كهونة سبع بثمانية مس النبازلن سدست شيء زت إمتو حامسة بر يالوسو ثمانية مس غرام ورق سلم يجزا زكاة يوجب بثل مالك عيارو دقمو هيا عندي كهونا زتنا سبات نوبلنا اهونم عندوا سواب الربتهون عندوا قرام سوان ب زتنا سبات يبازل مالك زتنا سبات عيارو هيا عندي كهونا زتنا سبات سوان ب زتنا سبات يبازل مالك قتلو اهونم عيار أسراس من تكوانا متو أسراسوست جرام نوبلنا سبان با متو أسراسوست يابازدان مالك إيه وكيتو نتيجون ياغنان يان يهال بر يان لوسو زكاي وجب بثان أكير بطان كلا نقر إيه هون ببر ناسوانا كان وين بورك بيشان ناسوانا بلنك وستن مالك يهني من أدرقو مالك كذي بتاج زكته نيا كهونا كذي يان نسا يان لوسو زكاة عدو جوه بس مالك ديهانو زكاة يلو مالك لكن إذا قلنا كان بأن المعتبر بمثل مستطو هو غرامات الفضة لا ببر بتشا بتاسب على باتو الأوراق النقدية نزل ابن لوش ببر نو ملكة على باتو كتب على فتجب الزكاة بأمس متو زتنا أمس بر زكاة وجب المات لمن عند فضة عند بر سلوكنش مالتنا والأحض للفقراء جن لدوج يميتك ماتو لدوهوش يميتك ماتشو أن نقدر بالفضة بفضة ما درقات النو أهو نزل لك الربو مالتنا مكنياتم عندما تسالي باينو باك الربنو عندي فضة عندي برنو بلنان عندي جرام دقمو ورق
عندي في الباء جرام ما تبغى عندي جرام في الباء هنا في الباء هنا بر هنا عن با جرام عند بر نش بلنا كورك ده كمو عن با جرام سبع بر نش بلنا تمام متأخر هو مو بركات وشو علماء وش يمرتوس متأخر وش مالتنا يمرتوس طرنا ولا عملوا بس أنفعون إن أعلن إمي تكمون إن أعلن يملو بذلا كهر لجوش مي تكمو ما نيونو بورت متاسبو ويس ببر متاسبو لا شك ببر متاسبو لبر بر يبالو نغل أمس وصو زيتنا مست بر يالو سو زكا وجوب بثل مانت أمس كم والله ياتش الاربع أكافلو لديها مستثى اللبث مالت عند جوامل كاربان عندوان لديها مستثى اللبث مالت بورت يمن ناس بكوانا بل سدس يزت امتو حامسا كل اللو ايو يجبت المالت لم سالي عندي سو سدس يشع اللو نبل سدس يشي بر اللو مالت سدس يشي بر بچا ثمانية مست جرام بجزار هيك اي شلم لمن عندوا جرام كورك مالتنا عندوا جرام سبا سلفونش يجب سدس يزت امتو حامسا نمر على البيت النمط زد إما تفهم سا سكال سلال اللو سدس الشم تابي مرام ذكى البيت المرض إيه من كائن لديها يميت أكمو أحد دوما نيونو أن نقدر بالفبا ببر مجمعات المرض وعلى هذا فكس نعم أقسم من نزام لمثال ورك ورد وتنقص أقطو ذكى سنجونو كورك عنده غرام عند برنش نبل كورك عنده غرام عند برنش نبل سلزف ثمانية مس غرام لما جزات ثمانية مس غرام ورك لما جزات هيرات عيارة لهونو مالتنا ثمانية مس برياس فليوال مالتنا ثمانية مس برجالوسو يوجب بدل مالتنا أو يعني جزيم نعم بورك قلت أنا أركب بدل بورك نيدا دمارتنا لمن وده بالروكير برو راسو في بو عنده غرام عند بر بتون سنت من مرة لبت عم اسمته زت أنا عم نس بر من مرة لبت معلم أنا عم اسمته زت أنا عم نس غرام في بو لما بزات عم اسمته زت أنا عم نس بر يحصل اللي قال لورك دين ثمانية عم نس بر أها سلسلة زي كده يوم دينهم ورك له بورك نيل لما اسمه سلسلة من النوع اللي موش الأحد للفقراء لفقراء أج أحد يهونو أقامي يهونو نو يمنيو والأحب اليوم يلادو زاري بالن بتوقت أقامي ودقمو وبين زمان قديم رجم لزي جمرو الكيب بطو برنو لدي هوش أقامي هونو يمن أغنيو برنو يهنن مرتو على مرتو سلزيخ إنيا زكاين بان نجر بطان كبار مونا ዝክተኛውን ማየት ነው ያለብን ዝክተ የሁሉ የምንለው ምንድነው አሁን ኒሷቡን ለማገኘት ብቻ ኒሷቡን ለማገኘት ብቻ ማለት ነው እንጂ ያለህን ንብረትን በአጠቃላይ ብርህን ማለት ነው ያለህን ዳርባ አካፈለ ብቻ ለደሃ መስጠት ነው ግን ኒሷቡ የሚጀምረው ከበምን እናድርገው ነው ኒሷቡን ካለፈ በኋላ ምንም ችግር የለውም ማካፈል ብቻ ነው አንተ ያለብህ ማለት ነው ሁለት ሚሊዮን ካለ ለአርባ ብቻ አካፍሎ ለአርባ አካፍለ አንድ ልጅ ለዲሃ ስጥሎ በቃ ግን 595 ግራም ፊባ የሚገዛ ካለ ዘካ ወጆባል እንበል ንሰው መጠኑ የሚንቀሳቀሰው በምን እንረካው ነው በፊባው እናደርገው ወይስ በወርቁ እናደርገው ነው ያለው የሐሳብ ልዩነት ማለት ነው ያለው ልዩነት ይሄ ነው أنفعوا لديهوش زكة النو نو بميلو أنفعوا زكة النو في الباكة هنا أمس متو أمسا مالو أمس متو زيتنا أمس جرام كفي بامالتنو يمي جزا بركان له أمس كمولو زكا وجوه بها لنا يا يالله بر ألفو ليدي چلال كامس متو زيتنا أمس بر ألفو ليدي چلال أمس متو زيتنا أمس شليو لي چلال አምስት መቶ ዘጠና አምስት ሺህ ሊሆን ይችላል እኛ አሁን አምስት መቶ ዘጠና አምስት ብር ነው እያለን ነው አምስት መቶ ዘጠና አምስት ሺህ ሊሆን ይችላል ብቻ ለአርባ አካፍለህ ዘካ ይወጅብሃል ነው መነሻውን በተመለከተ
ቢሷቡ ሀብታም የሚባለው ስንት ግራም ከብር ስንት ግራም ሲገዝ የሚገዛ ሲኖረው ነው ወይም ከወርቅ ስንት ግራም ነው ለሚለው ከብር 595 ከወርቅ 85 ያው እንደ ኤአሩ ይለያያል ስለዚህ በወቅታችን ያለው ዝቅተኛው የብሩ ነውና 595 ፊባ እንደዚህ ፊባ ማለት ግራም ማለት ነው የሚገዛ ብር ካለህ ና ዘካ ወጥቶብሃል አመት ከሞላው ዘካ የማውጣት ግዴታ አለብህ ነው هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد